السلام عليكم الورد والوريدات العزاز الغاليين على قلب خديجة أم البنات، مرحبا وألف مرحبا. نتمنى هاد النهار يدوز عندكم على خير وبخير وتكونوا مرتاحين البال، وانتم كتشاهدوا هاد الفيديو الله يطول عمركم والله يخليكم ليا. وكنشكركم شكر كبير، الله هو اللي غيجازيكم بالخير. نشكر خوتي المغاربة من طنجة للقويرة، الجالية المغربية الله يحفظكم والله يخليكم ليا، على المساندة ديالكم، على العطف والحنان ديالكم، على الكلام الطيب اللي كتقولوا في حقي، شكرا لكم الله يخليكم ليا، الله يطول العمر ديالكم. وكنشكر الجزائر اللي مكبرين بيا، والنص في الجزائر كيتفرج فيا، وتونس، المهم جميع الدول الخليج، مرحبا والف مرحبا. كنتمنى دابا بدايه الفيديو اللي ما مشاركش في القناه يشارك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو التعاليق ديالكم كتهمني، كتزوق ليا الفيديو. ديروا 4 5 حتى 10 اللايكات، 10 ديال التعاليقات ماشي مشكل، الله يكبر بكم والله يخليكم ليا. ودائما حتى انا نبقى نجيب لكم الجديد، حتى انا نبقى دائما نخرجكم نفرحكم، نعطيكم الوصفات، نعطيكم الحوايج اللي زوينين واللي يفرحوكم. المهم كما شفتوا معايا البارح في اللايف، بغيت نوريكم دابا هادشي في الفيديو باش يبان على حقه وطريقه. الله يجازيكم بالخير، الله يكبر بكم. هادو الكسيوات اللي عطاني سيمو ابو الفضل، انا جيت غير دايزه طرقت بنتي تما، وربي قلت انا دايره اللايف نصور ليه، وكبر بيا حتى هو وعطاني هادو. هادو راه كنا مشينا في اول الصيف كان داير ليهم 180 ولا 200، كاين اللي 230 درهم، كاين اللي 180 درهم، كانوا داير ليهم 230، كاين اللي 200 درهم. المهم عجبوني، ولكن ما نكذبش عليكم، راه قلتها لكم دائما، قلت لكم شي حاجه اللي غاليه ما نقدرش عليها، خصني نشري جوج وثلاثه باش نبقى نبدل في الفيديوهات. المهم دابا داير ليهم واحد البرومو، هما داير ليهم 100 درهم، لا ماشي هادو ديال 50، هادو 100 درهم. هادو راك شفتوهم، راه هزيتهم هي الاولى هزيتها، قلت لي شحال، قال لي 100 درهم. هادو 100 درهم، هادوك ديال 50 راه حداهم ديال 100، هادي 100 درهم عطاها ليا، انا هزيت هادي قلت لي شوف انا غناخذ من هادو ديال 100 درهم وغادي نخلص لك، قال لي خذي اللي بغيتي، قلت لي غناخذ هادي وهاديك الاخرى غادي نخلصها لك، قال لي ما غتخلصي لي حتى وحده، هزي اللي بغيتي باش تعرفوني انا ما طماعاش، قال لي اللي عجباتك هزيها، قلت لي والله ما نهز لك شي حاجه اللي بغيتي انت عطيها لي. هذه هي اللي اختاريت المره الاولى واختاريتها معايا، هادو هما ديال 50، هذه ديال لولا وخا ديال الخير، هذه لولا هذه خير. وحدين اخرين عزلهم ليا هو، ما عجبونيش، ماشي ما عجبونيش، ما كنبغيش انا دوك اللي بحال ساعتان اللي بحال كيلصقوا عليك. هذه ديال 50 درهم، ها سيمو ابو الفضل جا اقامه ناديه في طريق جديده، هو دخلوا الانستغرام ديالو، غادي تشوفوا يوميا كيدير ستوريات وكيقول الاثمنه وتسكريني واي حاجه بغيتوها وتعيطوا ليهم، راه الرقم ديالو لايحو هو في الفيديوهات ديالو في انستغرام، وغنخليه لكم دابا. وراه سمعتوه في اللايف قال لك اللي عيط ليه وقال لي من طرف خديجه ام البنات، ولا هو مصور لي مثلا هادو غادي نقص عليكم الثمن. وهذه هذه شريتها الحنان، راك شفتو حنان مسكينه كتفكري في خواتاتها، وجات الاخر قلت لها بنيتي سيري اختاري لك حتى شي حاجه، مشات مسكينه قلبت تعيات ما لقات شي حاجه اللي بغات هي، لقات هذه عجباتها، هذه 100 درهم، كانت 230 درهم، 230 درهم، شوف الثمن اللي فيها، ها هو الثمن راه فيها، و 280 درهم، 280 درهم، باش كانت 5600، يعني قلت لكم راه كيدير واحد الصولد، يعني الهربة، كيقول هو الهربة إيديسيون، كيقول الهربة إيميديسيون، الهربة إيديسيون الخيال العلمي، إيديسيون الخيال العلمي. شوفوا هادي راه غزاله، واخا هاديك راه ما كتبانش مزيان دابا حيت الشعه ديال الشمس، الشعه ديال انا نجي عرفتي راه كحله واعره، شوف هنا كتبان مزيان، ما تنطفي هاد الفرفاره، هاديك الفرفاره مصدعانه، كتبان غزاله، كتلبسوها مع شي سبرديله ولا موكاسه وزويف شال ولا فولار اللي كتبان، ما ديريش الفولار، اما ابيض اما في نوار،
اللي ما دايرهش فولار راه تلبس معاها سبرديله تطلق شعيرها وتخرج وبصحة بنتي وبراحتها. يعطيك الصحة بنتي، واخا عندك الكسيوات وعندك الحويجات ما نكبر في بنتي حتى حاجة، تمحنات وصورات ايوا كلها كيدير اللي مكتاب عليه، كلها كيرزق الله. قال لك رزق هذا ما كيدي هذا، هذا خلصته عجبوني. انا كنموت على شي حاجة لارج وتويب يكون رطب، تويب هكا رطب كنموت على هذا الشيء. ونبغي شي حاجه متيسعه بحال البارح لابسه داك السروال عنده هنا السلسله وصدايف عجيه ونورك فيها. خصك الا شربتيها كاس الماء ولا كليتي تولي باغا تطرطق لك السلسله. هادو زوينين، هادو 50 درهم، 50 درهم اشكال والوان وانواع. اشكال والوان، انا عندي قويمجات ما كنبقاش معاش نلبسهم، قالت لي حنان خذي هذا وهذوك القويمجات تولي تلبسيهم معاه. ها نتوما زوين لبستو جاني غزال، لبسوا عا وخصو طويلين على فن ديالو. ماشي داك اللي كيطلع من قاعده لا ما يطلعش. لا هانت قاعده ديالو زوينه. هادو 50 درهم راه كندير لهم 100 درهم، يعني الهربه الخيال العلمي عند سيمو ابو الفضل اللي في الحاج فاتح، يمشي عنده الحاج فاتح اللي في بورغون، بورغون يمشي عنده البورغون حدا العوينه الحاره اللي في البرنوسي، كاين حدا جامع طارق، كاين حدا جامع طارق وديال المعارف كاين في اقامه ناديه. كانت يسرى عند المحل المره الاولى فاش كنا مشينا عندها، راه تما فين ولا هو. هذه عجبات حنان، قالت لي ماما خديها لياسمين بنتي الغزاله، عطاها ليا قال لي بلا ما تعيطي لياسمين مع بنتي سوميه كليانه ديالهم دائما تلقايا ساكنه في مروه وعند ابو الفضل. يعني هذه زوينه حتى هي، الله يعطيه الخير. وبغيتكم تعيطوا ليه وتسكرينيه وتصيفطوا ليه تمشيو عنده تقداو تقولوا ليه شوفوا اللبسه شحال فن. شوفوا هذا راه شارلي ولا اش تقولوا ليه، شارلي واه السروال شي يقولوا لي هذا البالما هذا تليفون هذا لارج كامل. شوف الصاله كي دايره كتمو غاديين كيبان. تخيلوا هذه اللبسه كامله ب 50 درهم، اللبسه شحال كان داير لها 5600. هاي نشوف التيكيتا، هاي هاي 250، 250 درهم باش كانت 250 درهم، 200 درهم كلها طارت بقات 50. خيال علمي، يعني هاد السيد هذا تبارك الله قانع، وكاع بنات الشعب كيتقداو من عنده، الغني والفقير كلشي كيتكسر من عنده. داكشي باش ربي يعاونو ربي يرزقو. علاش كنقول حتى الناس اللي كياخذوا بالجمله اللي عندهم محلات كياخذوا من عنده، من عنده. وكيدير ليفريزون باش رزقو الله. كان عنده غير المحل، كنا كنمشيو من هنا عنده تل العوينه الحاره تل البورغون، وكان عنده الزحام والمحل صغير. من تما ربي سهل عليه، خدا هذا في اقامه ناديه، حل ثاني في مراكش، باقي غيحل في الرباط. الله يزيدو وفي طنجه، الله يزيدو. وكاع بنادم اللي قلبو زوين وكيفكر في خوه المسلم وخوه المغربي ربي كيرزقو. ديما كيقول لك اللي بغى يربح العام طويل، العام طويل ديما كيقولها، كيقول لك اللي بغى يربح العام طويل. يعني هاد السيد علاش قال لك الا بغيتي شمعتك تشعل شعل شمعت خوك. هذا مسكين تيبيع وشري، ولكن بواحد الحنان وواحد العطف، وكيبقاو فيه خوتو المغاربه، حيت عارف المغرب الاكثريه الناس راه ما خداماش، اكثريه الناس واحد الصالير قليل. كاين اللي عنده الوليدات، كاين اللي البنت مسكينه خدامه على دارهم، كاين اللي المراه مسكينه باقه صغيره وعندها وليدات وباغا تكسى، والراجل مسكين حتى هو كيجي كيبغي يكسي مراته كيلقى العافيه شاعله. يعني ابو الفضل كيجي عنده الغني والفقير. وكنتمناكم تعيطوا ليه، وهاي تسكريني وهاد الرقم هذا، هاو الرقم هذا ديال التوصيل، تعيطوا ليه سكرينيو. راه دابا تحطوا لكم حنان، كنتمنى تعيطوا ليه وتقول لي جينا من عند خديجه ام البنات، راه البنيتات الوليدات كلهم راه تيعرفوني ويسكريني تسكريني وتصيفطوا ليه توصيل جميع المدن وجميع الدول فين ما كنتو يوصلكم حتى للدار. سكرينيو سمعتوا، سكرينيو وصيف عيطوا. والسيده اللي في اكادير تانتي هانت يا بنتي سعاد سكريني، وشوفي دوك تبعوه، تبعوه في انستغرام باش تشوفوا اي فيديو تلاح غادي تمشيو نتوما الاول تعيطوا. ديك الساعه هو كي يدير في الفيديو وليح النمره ديالو نتوما كتعيطوا، حيت كان البياس زوين كيطير ولو كلشي عنده زوين كيطيروا بهم. هذيك الساعه كيبداو الناس الو الو خلي لي هذه خلي لي هذه،
كتعطي غير القياس ديال الدوبل اكس ال ولا الاس ولا داكشي اللي كتلبسي. المهم هذا هو الفيديو ديالنا، دابا ساليتو، بارطاجيو وديروا واحد لايك، كومونتيرات مضوبلين، واللي يلاه دخل جديد مرحبا والف مرحبا، كنرحب بكم في قناتي والقناه راه قناتكم، وبجهد الله وبكم راني غاديه. الله يطول لكم العمر والله يخليكم ليا. بارطاجيو مع اعز الناس عندكم، حتى اللي ما تبغيهمش بارطاجيو ليهم، خليهم يجيو عند سيمو ابو الفضل. شكرا لكم، وما تنساوش تدخلوا القناه ديال خديجه الوصفات والاعشاب، اللي بغى وصفه اي وصفه اي ماسك دخلوا القناه خديجه للوصفات والاعشاب. خليت لكم راحه الله، شكرا لكم، الله يحفظكم، ما تحفظ لسان ما بين سنان، موح عليكم، سلام.